تشغيل القصيرين اولا كاين قوانين اللي كتمنع تشغيل القصيرين، ولكن المشكل هو تفعيل تلك القوانين لوجود لوبيات مصلحه ديالها ان هذوك القصيرين يشتغلوا، لانهم ما كيخضعوا حتى لشي نظام، واحد النظام اللي هو كيشجع سميتو العمل بالنسبه للاخرين اللي هما غير قصيرين. ثانيا ان هذوك القصيرين هذوك اللي كيشغلوهم ما كيأديوش الواجبات اللي هي مترتبه عليهم، كيلقاو فيهم المطيه ديالهم. انا ضد تشغيل القاصرين، لان القاصرين خصهم نورمالمون يتعلموا حرفه ولا يتعلموا يدخلوا لواحد يكونوا عندهم مستوى دراسي مزيان في المجتمع، وكيقولوا له انا ضد خص تفعيل القانون. لان القاصر ما كانوا ماشي في العمل عند شي حد ولا في شي معمل ولا شي حاجه، القاصر ما كانوا في المدارس وفي التعليم، ولا هو ماشي ممنوع غير قانونيا، هو ممنوع حتى انسانيا. بالنسبه لتشغيل القاصرات انا نسبه يبان لي انا اكبر فضيحه في المغرب. علاش؟ ان هذا القانون هنا كانوا صادقوا عليه ربما في البرنامج المغربي اللي احنا امام قبه البرنامج، وهو انا ما سمعت انا 16 سنه. كيفاش نقولوا 16 سنه؟ دونك اذا هنا راه نقولوا راه تهريب البصر، تشغيل في بزاف ديال المسائل. انا ضد تشغيل القصيرين على ود لانهم محتاجين للرعايه باش يقراو باش يدرسوا ويتعلموا مبادئ الدين. ونطالبوا بتفعيل القانون اللي مطروح للحكومه تفعيله، يعني غاصين جريمه في حق غاصين. يعني غاصر لابد من متابعته والتكفل به وياخذ بيده الى الطريق الصحيح. انا مساله تشغيل القاصرين نحن ضد هذه المساله، لانه مكان القاصرين هي المدارس والتكوين، ما فيما يتعلق بالقوانين المنظمه التي تحرم يعني تشغيل القاصرين فالاشكال هو في التنفيذ. خصو يكون ممنوع منعا كليا، اللي عنده أقل من 18 سنة بالنسبة لي خصو يكون في المدرسة، فهذاك السن سواء كان طفلة ولا طفل خصو يكون كيتعلم، خصو يكون كيتربى، عادي يمكن له يشتغل من بعد.